يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: إني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هل يجوز التسمي بعبد القريب وعبد المجيب أخذا من هذه الآية؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما هو بتقطع الكلام تقول القريب، القريب هذه مجملة، لكن تقول القريب ممن دعاه، القريب ممن دعاه، نعم. أما تقول القريب فقط، القريب هذا مجمل، يكون للمخلوق ويكون للخالق ويكون للجماد ويكون للمتحرك، كلمة قريب هذه مجملة ما يصلح. نعم.